السلام عليكم واهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه الايمان الفضائيه ومستمعي اذاعه البشائر في حلقه جديده من برنامج سنابل البر. قل ما شئت عن الشهره وعن اقتحام الاخطار فان كل امجاد العالم وحوادثه الخارقه للعاده لا تعادل ساعه واحده من السعاده العائليه. هي حكمه تلخص اساس الصحه النفسيه والتوازن الذي يعيشه الفرد من خلال أسرته التي تحتضنه وتقويه أمام مصاعب الحياة ومشاكلها وفي ظل انتشار ظاهرة فشل الكثير من حالات الزواج التي انقلبت إلى عداوات وتوترات داخل المجتمع كما تركت مضاعفات سلبية على الأولاد كان لابد من إنشاء جمعية تسعى للبحث عن حلول ترأب أثر التصدعات فكان مركز دعم الأسرة للتأهيل الزوجي في مجمع الإمامين الحسنين عليهما السلام ما هي أهداف هذا المركز وإلى أي مدى نجح في القيام بمهمته؟ للحديث حول هذا الموضوع ورحب بالاستوديو بضيفتي مديرة جمعية مركز دعم الأسرة والتأهيل الزوجي الإعلامية سوزان شعيت وأهلا وسهلا فيك وسهلا. معنا اليوم ضمن برنامج سنة يا هلا نورتينا أستاذة سوزان هيك بداية بدنا نعرف المشاهدين أين تنطلق انطلق هذا المركز وهيدي الجمعيه وشو السبب يعني؟ اكيد بسم الله الرحمن الرحيم انا كمان بشكركم على هالاستضافه لانه نحن كجمعيه بهمنا اكيد نطلع نعرف الناس شو هي جمعية مركز دعم الأسرة وتأهيل الزوجي شو بتشتغل وكيف بيقدروا يستفيدوا هذا همنا الأساسي أهلا وسهلا بذكرى وفاة سمحت العلامة المرجع سيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه بتموز العام 2018 انطلقنا وعملنا افتتاحية مركز دعم الأسرة طبعا بناء على رؤية لسماحة العلامة المرجع فضل الله رحمة الله عليه اللي كان دايما يعطيها أولوية بموضوع الأسرة ويمكن مختلف الخطب واللقاءات وغيرها قل ما نشوف انه مش ذاكر موضوع الاسره صحيح السيد الله يرحمه وكان هالمركز هو احد الطموحات اللي حب كان يعملها بحياته بس للاسف رحيله يمكن اخر هيدا الموضوع فكان بعدين القرار من مركز الاسلام الثقافي بشخص السيد شفيق الموسوي وايضا سمحت العلامه السيد علي فضل الله انه يرجع ينطلقوا بهذا المركز فتم التاسيس بالعام 2018 شهر تموز نعم. طبعا نحن بدينا وبنفس الوقت كنا يعني بالتوازي عم نحاول لحتى شغلنا يصير رسمي ويكون كجمعيه فالحمد لله نحن اخذنا ترخيص علم وخبر كانون اول 2020 فنحن اليوم جمعيه مركز دعم الاسره وتاهيل الزوجي جمعيه مرخصه لنا حضورنا على ساحه الجمعيه وعملنا هو متخصص يعني بتقديم خدمه الدعم النفسي الاستشارات الاسريه التربويه الزوجيه بما تتضمن احيانا من يعني مختلف الاوجه هلأ بنحكي عنها اكيد خلال طبعاً. ال... ولكن بدي اكد انه هذا كله ضمن منهجيه ورؤيه سمحت العلامه المرجع السيد محمد حسين فضل الله في بناء الاسره الاسلاميه الواعيه هذا يعني اللي نحن هدفنا ان شاء الله القادره على القيام بمسؤولياتها تجاه نفسها وتجاه مجتمعها وهيدي بعتقد هي اساس البناء الاسره يفترض انه تنطلق منه صح ليولد كمان مجتمع سليم يعني يعطيكم يعني الف عافيه بكل هيدي كده. المجالات استاذه سوزان لو سمحتي بنذكر الرقم اللي بيقدر اي حدا يتواصل من خلاله معكم وحيقطع دم المشاهدين هيك ليرافقنا كل الحلقه ان شاء الله يعني. طبعا نحن يمكن كانت الابرز ما هو نحن بنتواصل مع الناس وجود رقم بنسميه نحن الخط الساخن اللي هو متوفر يعني على مدى اليوم واللي هو 76 06 77 80. مم. على هذا الخط اللي بيقدر او حابب يتعرف على شغلنا بيقدر يتواصل في وقت معين اسمي لا مفتوح يعني مفتوح نحن للناس مثل ما سمح السيد الله يرحمه علمنا نحن للناس هذا الرقم مفتوح وحتى انا بس خلص دوامي باخذه معي على البيت كمان <applause> ما بياثر فهذا الرقم اللي بيحب يتعرف اكثر على شغلنا على خدماتنا في كمان يحجز للاستشارات مم. يعرف نحن شو الخدمات اللي بنقدمها وبكون صله الوصل بيننا وبين طبعا بكل الاحوال عم بيقطع هو قدام المشاهدين مم. خلينا نبلش هيك اذا بدك من قلب الموضوع اليوم تنحكي بالعمق لنضوي على شغلكم المهم بهيدا المطرح اليوم التحديات يلي يعني عم تفرضها آه الساحه اذا بدك على الاسره وعم تنعكس ان كان سوشيال ميديا وبرات سوشيال ميديا اذا بنحط شوي بالميزان قدام هيدا الاجتياح قد عم تقدروا انتم يعني يكون في توازن عم تقدروا تحققوا نجاح بهيدا المطرح يعني و بتعرفي لانه اليوم التربيه على القيم والتعليم الاسلاميه عم نشوف الجيل م. اللي بالوجه اللي عم بينشا للاسف يعني بمطارح في كثير اشياء سلبيه دوركم هون قد عم بيكون مهم قد عم تقدروا تقلبوا الطاوله اذا بدك المطرح اللي انتم حضرتكم بدكم اياه ضمن هيدا الرساله ذكرتيها هلا اكيد نحنا بنتمنى انه نكون عم نعمل شيء ولو يمكن بقدر يسير مثل هالحجره اللي بتسند الخابي مثل ما يقال لانه مثل ما قلتي مها اليوم العالم كله عم يدقنا ناقوس الخطر أن الأسرة إلى أين ولا سيما يمكن بعد مجتمعنا الشرقي ومجتمعنا الإسلامي تحديدا لأنه شايفين الغرب لوين وصل لما أهمل موضوع الأسرة أو أدخل صحيح. إلى القيم ما لم يعني نشهده لا بالأديان ولا حتى بالقوانين الوضعية اللي هي بتهتم بالأسرة فللأسف هالموجة وصلتنا كنا يمكن لسنوات ماضي نقول لا نحن بعد قيمنا قوية نحن مش بأمان مش نحن بعد الأهل عم بيربوا مم. بالنهاية الفتاة عم تتربى والشاب عم يتربى وعم يقدروا يأسسوا بعدين أسرة سليمة هيدا الحكي اليوم لا بدنا نعيد النظر فيه ما بدي اقول في نظره تشاؤميه ولكن بدنا نكون حذرين في لانه بالنهايه في واقع وفي افرازات لهذا الواقع وفي نتائج صارت ملموسه انه نحن اليوم كيف عم نأهل الصبايا والشباب لبعدين ياسسوا اسره هل عم ينطلقوا من بيوت متزنه لحتى بعدين ينشئوا بيوت متزنه اليوم الانفتاح اللي ذكرتي حضرتك بالسوشيال ميديا قد عم يفوت لنا افكار ما لها علاقه ب مجتمعنا تحرير المرأة تحرير الولد بعد شوي ما في سلطة للرجل بالبيت طبعا نحن الإسلام حدد هذه السلطة ولم يقل بالتسلط لأنه كمان نحن صرنا عم نوقف عند المصطلحات اللي عم بيحاربونا فيها للأسف الشديد حتى ك يعني صار في تشريعات دوليه عم تتدخل بالاسره عنا المراه مستقله بتقدر تترك بيتها اولادها ما لهم علاقه طبعا بالحقوق الاسلام اعطى الحق لكل من الرجل والمراه ولكن بالنهايه في موده وفي رحمه صحيح. كما جاء في القران الكريم وهذه البيوت اذا ما نوقف عند الحدود الرجل والمراه كل واحد بيعيش لحاله بالبيت ولكن جعل السكينة والمودة والرحمة اساسية، ونحن اليوم بدنا نرجع هذه السكينة والمودة والرحمة، تحديات كبيرة لانه مش بس الاسرة هي عم بتربي صار المجتمع كله مستهدف، خاصة موضوع الانفلاش على العالم صحيح. ودخول ثقافات لا تمت الى مجتمعنا بصلة، هيدي إذا بدي أخذ على نحو أنه نحن براءة عم نتعاطى بالجو مش مؤامرة، مم. ولو أنه نحن بنميل اليوم أكثر للمؤامرة لانه لما بدك تدخلي على مجتمع مية بالمية. لما بدك تدخلي على مجتمع منين بتبلشي بالنواه الاساسيه واللي هي بعدنا اليوم محافظين عليها بالاسره بس تتهدم الاسره خلاص صرنا مجموعه افراد عايشين بمجتمع ما في اي شيء بيجمعنا ما في اي قيم ما في اي روابط اجتماعيه او غيرها وهذا اللي عم نشوفه بالغرب للاسف يعني صحيح. اليوم بالغرب الشخص عم بيموت بالبيت ما حدا عم بحس فيه هذا التفكك عم نقوله عنا يعني مية للاسف استاذ ونحنا يعني. بشكل او باخر احيانا لحتى ما اظلم وعمم كمان قد نكون عم بنساهم هذا اللي بدنا ننتبه له اما جهلا وهذا مسؤوليتنا لانه نحن لازم نعرف الناس و وإما قصدا كمان بدنا نحط علامات استفهام يعني نعم بهذه النقطة اللي عم تحكي فيها اليوم لما اثنين بدهم يقدموا على خطوة الزواج ببعض البلدان في إذن بدهم ياخذوا وترخيص مم. بعد ما يكونوا خضعوا لدورات معينة بتأهلن نعم. يكونوا كفوين بهذا المطرح بلبنان ما في هذا الموضوع هل عم تشتغلوا لحتى يصير في قوانين بهذا المطرح انتم عم تعملوا دورات عم بتاهلوا م. المقبلين على الزواج يكون عندهم وعي في مكان معين يتحملوا المسؤوليه ما يكون يعني فقط رغبه وانجراف اذا بدك هون أحيانا العاطفة عم بتكون للأسف هي يعني الوعي ال... عم بيكون قليل مي. أمام العاطفة أول بهار إنه مشروع خطبة مم. مشروع زواج بالمجتمع بيصير لنا حيثيتنا وغيره ولكن لما نفوت على قلب ال... ال... الواقع لا بيكون في موعينا لنحن وين فايتين وشو ناطرنا مم. سرحتها هذا برايك استاذ هل هون لنقول المراهق عم تهرب من اهلها لنقول في تفكر في اسباب كثيره ما حسب يعني اللي عم بنشوفه في اسباب كتيرة احيانا بيكون الاساس مزبوط علاقه غير سويه مع الاهل سواء مع الباب. الاب اللي هو عم بيكون معنف او ما عم يعطي الاولاد حقهم او عم يتصلبط على المراه البنت بتشوف امها كيف عايشه مع بيها بترفض ترجع تعيش نفس التجربه مع زوجها فيما بعد ولكن تتعاطى بالموضوع بشكل خاطئ بتعمم انه الرجال كلهم مثل والدها بالمقابل كمان البي عفوا الابن بشوف امه متسلطه يمكن على بيها بيظهر هو بده يسيطر على مرته بطريقه ولكن كمان غير سويه لانه بفكر كل النساء اذا ما ضغطناهم اذا ما سيطرنا عليهم بكونوا مثل امهم مثلا فاشياء كثير الاسباب اليوم بس الخطا الاساسي انه نحن هالاسره شو عم بتخرج لبعدين نحن عم نسلم من عائلة لعائلة شو أعطيناهم لهالشاب والصبي هن نهاية إعادة تجربة فبنا نحرص أنه ما تتكرر التجربة هلأ موضوع التأهيل نحن أكيد من من الأهداف الأساسية لإلنا أنه نحن يصير في تأهيل لحتى نعمل خطوة وقائية قبل ما يفوتوا هالشخصين على مؤسسة الأسرة يكونوا عارفين بعضهم ما نعرف أول شي مشاكل خلينا نحكي لا بفهموا بيفهمني بيعرفوا كيف بيفكر عم يوعوا حالهم عفوا سوزان أي. يعني هون هن عم يوعوا حالهم بالاول قبل ما يوعوا هذا الاخر شو عم تلمسي حضرتك؟ نسبه الوعي يعني انا لاوعى لا. الاخر بدي وعي واعيه حالي وانا شو بدي وعارفه لوين رايحه أي. هلا هذا الوعي و... كمان عم نفتح باب ثاني مها لانه هذا الوعي كمان له اسسه هل هو متعلم هل هي متعلمه هل هي ظهرت على المجتمع وشافت هل هو ظهر هل البيئه اللي كانوا مقوقعه فيها ام لا هن منفتحين آه منين عم بتجيب هذه الثقافه من رفقتها آه من بنت الجيران آه ما بعرف شو هو نفس الشيء منين عم ياخذ هذه الثقافه وعم ياخذها مهم نحنا خليط هالشخصين بس الاساس وهذه دائما انا بقول لهم اياها فهموا بعض اعرفوا بعض اليوم الدراسات اثبتت انه الرجل يختلف عن المراه بفهموا للامور بتعاطيه مع العاطفه بالتعبير يعني, آه يعني مثلا الصبي انه اذا ما قال لي كل يوم انا انت الدنيا كلها وانت ما شو بعتبر انه يمكن ما بيحبني، م. لا هو بيقول لك بس بطريقته هون اللي بدنا نفهم هون بموضوع مو... التاهيل الزوجي طيب بعدين اذا صار عندنا مشكله معينة كيف بدنا نحلها؟ نتحاور مع بعضنا؟ بعطي للطرف الاخر وقت انه يقول لي انا ليش عملت هيك مثلا او لا دغري باخذ موقف مم. الحوار هيدا كيف بده يكون قصصه بتنازل لإله او لا مندور زوايا او لا يعني في تفاصيل كتيرة بهذا الموضوع هو لي انا بدي اعرفهم قبل ما فوت اسس اسره مم. اذا فتنا ودغري الحمد لله نحن كمان مجتمعنا الشرقي دغري بدنا نفوت نعمل كمان اسره <applause> ممنوع نتاخر شوي مم. مع انه كمان معظم الدراسات بتقول انه خلينا اول سنه آه شوي نريح حالنا ما يكون في عنا انجاب لانه بس نكون تحت سقف واحد رح نرجع نختبر بعضنا اكثر ورح نكتشف اشياء ممكن خلافية بنظبطها مم. وبعدين بنقول هلا صار فينا نجيب اولاد صحيح. هلا بموضوع نحن اكيد نقلنا هيدي الصوره حتى مم. لبعض المراجع الرسميه اللي هي معنيه بالمحاكم الروحيه بلبنان وخاصه يمكن على الصعيد الاسلامي مم. انه نحن نتمنى مثل ما بيكون في فحوصات مخبرية وطبية م. لأي زوجين إذا تبين أنه في أمراض وراثية يمنع الزواج كذلك الأمر نحن نتمنى يكون في عنا اختبارات نفسية وشخصية بتقول أنه هؤلاء الشخصين مش ممكن يعيشوا مع بعض أو في مشاكل يحلوها وبعدين نحن بنعطيهم الاذن انه يتزوجوا صحيح. مبدئيا في شيء انه يعني نوع من التوافق معنا بهالفكره ونحن عم ننقل شيء واقعي مش لا بس م... عسى انه نروح لارض الواقع يبقى اكثر يعني بهذا المطرح في إيه. اقبال عندكم أساساً سوزان على الدورات على الاستشارات النفسيه اليوم عن جد قد عم تشوفوا المجتمع اليوم مضغوط خصوصا يعني بقلب الاسره هو اللي عم تشهدون انتم يعني آه في انواع من المشاكل في مشاكل بتنحل م. وفي مشاكل ما بتنحل المشاكل اللي بتنحل هيني شوي بتحسي حالك انك ساهمتي فيها م. والطرفين كانوا يمكن متفاعلين او حابين أنه يحلوا الموضوع وهول اكيد موجودين م. بس نحن من العقبات اللي بنلاقيها احيانا انه بتيجي الزوجه بتحكي ما بيقبل الزوج يجي او بيجي الزوج بيحكي اكيد لانه نحن ما فينا نسمع لاحد الطرفين طبعاً. القصه بيجي الطرف الثاني بتطلع القصه مختلفه تماما يمكن معه حق ويمكن عليه الحق ما بنعرف هذه من المشاكل اللي نحن ممكن نوقع فيها بدي اقول يمكن بوجه تحيه لكل كوبلين عم يجوا لعنا وبالفعل بكون عندهم حرص انه يا جماعه نحن عنا مشكله حلوا لنا اياها ما بدنا نلخبط حياتنا، هولي كمان انا بوجهلهم تحيه كمان عم نستقبل منهم، وفي عنا كمان اللي جايه عم يسال لا انا بدي اتزوج، شو بتنصحوني؟ انا ماخدي نظره انه الشاب هيك هيك، شو بتقولوا لي؟ او بغير تفكيري او كذا او بالعكس يعني، هولي كمان الاشخاص بيجوا لعنا وبيقصدونا. نحن الحمد لله مقصودين. وتجربتنا اربع سنين صرنا لليوم يعني بالرغم من كورونا يمكن شوي صحيح. زعجتنا م. كتير بالاستمراريه بس اليوم نحن خدمه الدعم النفسي موجوده عندنا دوره تاهيل زوجي رح تنطلق يوم الاثنين المقبل نعم. يعني نحن هيك اترمت المقابلة صحيح. مع الدوره لحتى بس للاسف الاماكن خلصنا اجانا العدد م. المطلوب اللي هن 20 صبيه من المتزوجات والمقبلات على الزواج م. دليل انه الناس بدها هذه الخدمه دليل في حاجه وبدي ضوي على نقطه كمان مها اليوم انه الوضع الاقتصادي كتير ضغط الجمعيات طبعا. وضغط الناس م. يعني انا من قبل كنت قادره اقدم اكثر خدمات مجانيه انا اليوم لا مضطره احط بدل وبعده رمزي بس لحتى نحن نحس حالنا قادرين نكفي دوراتنا كلها مجانيه وهيدي كمان بعدنا نحن يمكن نتفرد فيها اليوم بناخد ما بدل مادي وهيدا عم بشجع الناس تيجي ونحن هذا بيسعدنا لانه بالنهايه عم نقدر رسالتنا صحيح طبعا اكيد ماجورين بهذا المطرح سان رح نشوف صور نعم. نقطع عن المركز لو سمحت تشرحي لنا عنه للمشاهدين طبعا هيدي صوره من احدى الورش الاستاذه فاطمه اليوسف هي اليوم معنا عم بتابعنا بتخصص علم النفس العيادي واللايف كوتش وغيره من وجه لها تحيه يعني هذه الصور بتعطينا نموذج من الحضور عندنا الحمد لله في مم. نسبه حضور عم تيجي تتابع صحيح. ودليل انه ويمكن يمكن الثقه اللي بنيناها مع الناس اليوم واختيارنا على فكره مها انتبهي بدك تختاري مواضيع كمان تلامس طبعا حياه الناس واللي عم بي آه كمان هون استاذ مصطفى بيرم بنوجه له تحيه معالي مع الوزير كان من المتطوعين الاوائل كمان معنا حلو المركز رائع جدا يعني. وكانت المحاضرات اللي عملنا اياها تجيب اكبر حضور بدنا نحييه لانه بالفعل يعني ما شاء الله عليه معطاء آه مع حتى هلا اذا قصدناه بس هلا تركينه شوي للوزاره <applause> بعد شوي وطبعا هيدا الحضور اللي دائما نحن من الصبايا من الاخوات من الشبيبه فيعني بدنا نحيون كلهم عم بيلبوا دعوتنا ونحن نتشكرهم كمان لانه دائما وفي منهم صاروا اصدقائنا ومتابعين دائما لنا يعني. طبعا هذه الرساله اللي عم بيأدوها عن جد عظيمه يعني ذكرتي أساس سوزان كورونا الوضع اللي قطعته فيه يعني بوقتها زاد العنف الاسري بهذا المطرح أكيد. كتير بشكل كتير كبير حالات الطلاق هون انتم وين كان دوركم؟ هل كنتوا عم تقدروا تستقبلوا حالات ام لا كيف اشتغلتوا على الارض يعني؟ يعني مثلنا مثل كل المؤسسات مها بكورونا تعطينا بالاحتياطات الصحيه، خلينا جلسات الدعم النفسي بالمؤسسه مع احتياطاتنا اكيد كمامه وتعقيم وغيره، بس موضوع الورش كمان ما قدرنا نحن نرجع نكفي فيه لانه حكما بده يكون في اقتزاز صحيح بده يكون في جلوس بمكان واحد، بتعرفي النفس وغيره يعني ممكن العدوى تنتقل، وبقينا على الخط الساخن كمان هيدا كان وسيلة للتواصل مع الناس وكمان رحنا مثل غيرنا على خيار الأونلاين ببعض الورش مش كتير كترناها لأنه أنا أفضل أنه الجلسات الحضورية اكثر يعني اكثر تفاعلا نعم. اذا فينا نقول بين المحاضر والشخص وكمان اللي عم يحضر بياخذ راحته اكثر بالسؤال بالاستفسار عن المعلومه بس للاسف يعني وقت الواقع فرض علينا انه نروح اونلاين هلا الحمد لله خلصنا من هذه نعم. المرحله كانت صعبه شوي مرحله وقطعت على الكرة. حتى استعنا بكتير من الاختصاصيين كانوا يعملوا لنا فيديوهات ارشاديه لمواضيع الاسره بوضع كورونا موضوع العنف وغيره اللي ذكرتي كمان كنا ننزلها أنا بدي أشير كمان عنا صفحة على الفيسبوك خاصة طبعًا. كمان كتير غنية الحمد لله كله بننزله م. وبنختار مختارات من أقوال سمحت السيد الله يرحمه اللي لها علاقة بالأسرة وفيها إرشادات أو أقوال لعلماء تربويين وأسريين وغيره نعم. كمان بننزل يعني هيدي اللي حصلت اليوم نعم. إنه وسائل التواصل قربت المسافات مع الناس طبعا إلها وجه إيجابي في, في مكان في أيضا الزيارات لكم للمركز المركز الإسلامي الشيعي الأعلى يعني أو المجلس الاسلامي, الإسلامي. الأعلى عفوا بهذا المطرح شو كانت سبب الزيارات؟ لوين وصلتوا يعني بمطرح معهم شو كانت مطلوب؟ كانت, كانت, كانت خطوة كثير مهمة مشكورين عليها أكيد بالنهاية المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى هو المظلة الرسمية يعني للطائفة الشيعية وأي خطوة بتتعلق بالمحاكم بالقضاء مم. بغيره يعني نحن بهمنا يكون في تنسيق اللي صار إنه تم دعوة الجمعيات اللي هي بالمحيط بتشتغل ونحنا الحمد لله في عنا طفره يعني كثير مهمه وحلوه وشيء بيبشر بالخير اكثر من مركز واكثر من جميع عم مع الاسره وبنقول كلنا بنتكامل مع بعضنا صحيح. لانه كمان الواقع بيفرض انه بعد بدنا جهود اكثر فكان اللقاء تحدثنا فيه مع نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحه الشيخ علي الخطيب اللي عرض بالفعل توجسات كثيره عن موضوع الاسره ويبدو رايحين لتاسيس ان شاء الله يعني شيء تجمع له علاقه بالاسره او اتحاد لكل هالجمعيات لحتى نوحد جهودنا مم. لانه اللي طلع من هالجلسه انه نحن كلنا فهمانين الواقع وكلنا عارفين وين الامور اللي يعني حطينا بي. اصبعنا مم. على الجرح كما يقال مم. بس لما بيكون في تجمع اكيد بيكون في رعايه اكبر صحيح. بيكون في دفع اكثر نقدر نفوت على اماكن اكثر كمان بصير هذا التعاون يعني بصير في انتاجيه اكثر على, يعني يعني على, على الارض توسعوا يعني اعمالكم يعني توحيد جهود ساعتها بدل ما كل واحد عم يشتغل يمكن على جهه معينه لا هيك بنصير نتوحد اكثر بجهود مكثفه كمان ان نعم. و... شاء الله هيدي كانت خطوه اولى ايوه. وحسب ما نوعدنا وكلنا عنا النيه نحط ايدينا بايدين بعض ونمشي لانه برجع بقول انه التحدي واصلنا كلنا صحيح. بالنهايه ما راح يميز اسره عن اسره ولا زوج عن زوج بالنهايه هاي التحديات كلنا واقعين فيها صحيح. فالافضل نوحد جهودنا نو ونتكامل المجتمع كله حسن. يعني بخطر اذا بدك في مكان ما اليوم استاذه سوزان يعني بحسب خبرتك اليوم وملاحظتك الحالات اللي بتوصل يعني لمطارح لحد مسدود بحالات م. الطلاق م. شو اكثر اسبابها عم بكون هل في اسباب سخيفه ام بالعكس جوهريه؟ شو السبب اللي عم تلاحظوه حضرتكم يعني؟ هلا بموضوع الطلاق احيانا انا بدي اعترف بقول انه في بعض الاحيان بنقول يمكن الطلاق حل م. وهذا يمكن بعض بيقول لك انه لا ما لازم توصلي لهالمرحله تقوليها بس لو ما هو حل الله سبحانه وتعالى ما كان شرعه صحيح هذا من النهايه كان الله حرمه قال انه هالزوجين بدهم يعيشوا مع بعضهم كل العمر ما بس لما الله سبحانه وتعالى حلل الطلاق هو لحالات مستعصيه ويمكن احيانا بكون ضرر البقاء مع بعضهم اكثر من ضرر الانفصال خاصة اللي عم بيصير مع الأولاد لما بيعيشوا بقلب أسرة فيها صراعات كتير قوية بين أمه وبين أكيد رح يتأذوا غير يمكن لما يظهروا لبرا يبقوا مع أمه وبين متفاهمين بس على شرط صحيح. يعني يكون انفصال حضاري خلينا نقول نعم. يكون في صحه نفسيه مش يصيروا مش يصيروا يعني. الاولاد هن كبش المحرقه بين بين وامهم يمكن تصير امورهم للاولاد بشكل افضل وهذه التجارب كلها شايفينها اليوم ما في تحمل مسؤوليه خلينا نبلش من الاخر من هون هذه النقطه الاساسيه بدنا كل شي على السريع كيف الفاست فود اللي عم ناكله احيانا مم. كمان بدنا المشكله دغري تنحل مم. ما عنا نفس عنا احيانا تدخل اهل بكبروا المشكله مش بفوتوا ليحلوا المشكله مم. في عنا كمان تاثر بالمحيط يعني انا بدي اتعلم وبدي اشتغل على حساب عيلتي الزوج بده يضله سنجل اعزب مع انه عنده عائله، بس عايش حياته مش متحمل نعم. مسؤولية بتقل كله على الزوجه. نعم. واليوم الحياه صارت صعبه والمراه بدهورها برات البيت صارت الحياه اصعب واصعب. صحيح. مسؤوليات جوا وبرا. في امهات للاسف زوجات، انا بحكي عن الطرفين على فكره، ما بناصر رجل ضد المراه ولا مراه ضد الرجل، مش مقصرين مش مخلين يعني تقصير بين بعضهم ابدا. الزوجه احيانا ما عم بيكون لها نفس تكفي، بتترك العائله وبتترك الزوج، بتظهر بتشوف حالها. وفي في نوع من الأنانية أحيانا والرجل كذلك الأمر ما بيتحمل مسؤولية أو أنه اثنيناتهم ما فهموا على بعض م. يعني بكل بساطة ما قادرين هني يمشوا حياتهم مع بعض بس أنه بضل الواحد قائم على أنه اليوم في اختصاصيين صار صحيح. بيقدموا الإرشاد م. بيقدموا النصيحة ما عدنا نروح بس ل... للتاتا وللماما ول... وللكبير العيلة وغيره وللشيخ مع احترامنا للكل اكيد هن كلهم مؤثرين. طب. اليوم ما فينا نقول بعد انه ما عم لاقي حل لمشكلتي، لا م. بدك تستشير، وهيدي يمكن صرخه بطلقها من هون مها. بس لاقي حالك مضغوط، ما تخلي حالك، هيدي التراكمات اليوم عم بتوصلنا بنحس حالنا لطريق مسدود، لانه سكتنا، لانه ما حكينا، لانه ما فضفضنا. انا بعرف نساء كتار بيجوا لعندي، لهم تحيه وصاروا صديقاتنا، بس بتجي بتحكي. هي عارفه حالها بحاجه لحدا يسمعها ايه يعني وعارفه حالها مشكلتها ما قادره تطلع منها لانه هي مرتبطه باولاد ما بدها تطلع بس مم. هالرجل في مشكله معه بس تيجي تحكي بترتاح بتفضفض صحيح بتساعديها بكلمه بتعطيها مفتاح بتفكيرها هو الدعم المعنوي هون قد مية مهم يعني. يعني. هذا دليل يعني هالخدمه قد ايه هي قد ايه بسيطه وقد ايه هي بس بتعني وكنا عم نحكي يمكن انه اللي بقلب المشكله بيغرق صحيح غير اللي بيكون بعده واقف برا بضلوا قادر يحلل أكتر بيلاقي العقد يمكن بيمسكها أكتر مم. اللهم الا الامور النفسيه هذه متركة لاهل الاختصاص لانه احيانا بيكون في مشكله نفسيه نحن ما بنعرفها بتم تحويلهم يعني بهذا بتم تحويلهم ساعتها للاختصاص النفسي ساعتها هناك الجلسات هي كفيله انه ترجع تنكش شوي مم. من جاي هذا الموضوع هذه المشكله وهن وحظهم يعني الاهم كمان مثل ما ذكرت استاذه سوزان ما تنعكس هذه الصراعات على الاولاد يعني مياني يضلوا مياني. عن جد بمنأى عن هذه الخلافات ويكون دوركم كمان فعال بهذا بده رح بده وعي اكيد بده وعي لانه الاولاد و... كتير كثير عم بيكونوا كبش محرقه واحيانا صحيح صحيح الام عم تاخذهم لجنبها حتى تسجل بمرمى الاب والعكس احيانا ونحن اليوم كمان خلينا نمرقها قانون الحضانة عندنا بعد شوي بده إعادة نظر صحيح. نحن عم نقول الحضانة للأولاد بتكون للأفضل سواء كان الأم أو البي طبعا مش إنه بهالسن بحق له البي ياخده أو بهالسن الأم بتاخد م. لا للي عنده مؤهل اكثر انه ياخذ الولد اذا صار في طلاق اكيد بس نحن خلينا نشتغل ما نتطلق من الاساس كرمال الاولاد نعم. يعني عن جد يعطيكم يعني الف عافيه هيدا الجهود وبيبقى هيك الولد عن جد مثل ما ذكرت يعني بيحرق القلب في مكان ما يعني انه كمان هو عم بتربيه لحتى يكون قدوه فلازم يكون نعم عم نجم نجم يعني. اللي عم قدوه قدامه يعني نرجع المشكله كمان لبعدين هي ذاتها في سؤال هون مهم على بالي اطرحه عليكي يعني بمسيرتك الاعلاميه استاذه سوزان تناولتي قضايا اجتماعيه عالجتيها اكيد في فرق بين انك تكوني اعلاميه ورشاشه عم تتناولي هذه القضايا وبالعكس تشتغلي على الارض، وين في لذه اكثر بتلاقيها انت هيك على الصعيد الشخصي؟ انا انا خليني اقول انه عندي اختصاص يمكن كان لازم أبلش فيه لانه كثير بيقولوا لي انه شو جابك من الاعلام ل... لجمعيه الاسره وهيك. انا بحمد الله معي ماجستير يعني من الجامعه اللبنانيه باختصاص الارشاد التربوي الاسري بس انا نيمته فتره طويله والاعلام اخذنا شوي، ثابت لما افتتح المركز فبلشنا وبلشنا على الارض الشغل إيه هو ممكن يكون صعب ايه هو لما بتحسي حالك انجزتي فيه بالفعل يعني كنا نحن طلعنا كمان من قول لان يهدي الله بك رجلا خير ممن طلعت عليه الشمس سبحان الله شوفي انك تفكي عقده عند شخص والرجل هون يقصد به الرجل والمراه يعني الانسان بشكل رحل. عام انك تساعدي انه يرتاح انه كذا قد الانسان عنده اجر بهالحاله فيمكن شغلنا متعب شوي وخاصه عم تتعاطي مع بشر مع انفس مع امزجه مع امزجه مع امزجه يعني ما عالم واسع جدا صحيح فانا عملنا برنامج على اذاعه البشائر من فتره كان اسمه لتسكنوا اليها م. عملنا تقريبا 42 حلقه وتوافقنا نحن إن والاداره انه يكون من وحي المشاكل اللي نحن عم نعيشها بالفعل قدمنا حلقات كثير غنيه و... وكثير كان التجاوب مهم جدا وهذا اثبت انه الناس قد هي بحاجه لهذه الثقافه انه نحكيها من واقعها ما نكون عم بننظر ويا ما اليوم الاعلام عم ياخذنا لمطارح مخصصه بحياتنا فانا بقول في تكامل ما بين الاعلام وبين ارض الواقع وهذا اللي بينفع اكثر والحمد لله نحن يمكن ببرامجنا باهدافنا كمان حتى بالاعلام بالاذاعه وبالقناه دائما همنا ان نقدم الثقافه اللي بتفيد الناس مش نكون نحن على كوكب وهني على كوكب اخر اجمالا سالتي لي انه شو الفرق بين اللي يمكن البرامج لا كنت عم بحكي ما، مثل ما عم شوف اليوم <تصفيق> <تصفيق> نعم قد حلو يعني عن حتى هذا العطاء التجربه اعطتني غنى اكثر بشغل الاعلام 100% يعني تجربه الواقع اكيد بتفرق هن يعني يعني ببعض اذا بدك يعني صحيح. وضمن تخصصك آه. أستاذ سوزان نحن وصلنا لختام الفقره هيك سريعا معك يعني شكرا شرفتينا ونورتينا شكرا, جزيلا على حضورك معنا اليوم يعطيكم الف عافيه عن جد على كل الجهود لك ولكل الطاقم يلي معك وعلى امل زرع الوعي هيك يعني نحن بلشنا والباقي على رب العالمين والا ما يثمر هذا الموضوع ان شاء الله بمجتمعنا وبأسرنا وهي نصيحه بالفعل لكل زوج وزوجه ما تسلموا دغري انه نحن عندنا مشاكل ما قادرين نكفي لا بالنهايه برجع بقول في مجال الاستشاره في مجال متابعه المتخصصين مراكز اسريه نحن وغيرنا موجودين على الساحه خذوا الفرصه واعطوا لحالكم مش فرصه واحدة مئة الف فرصه لانه بتستحق انكم تبقوا مع بعض خاصه اذا كنا عم نحكي زواج عن حب وعن توافق والرغبه انه يكفوا هالحياه مع بعض طبعا خصوصا أنتوا ابوابكم يعني هيك مفتوحه باسعار جدا زهيده شكرا جزيلا شكراً على حضورك شكرا, جزيلاً. أن شكراً أن لك. لك مشاهدينا فاصل ونرجع اهلا بكم مجددا للتعليم انعكاسات كبيره على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للبلد حيث يساهم في التنميه الانسانيه للفرد كما في توسيع المدركات العقليه لديه من اجل بناء وطن افضل واقوى ولانها مجبوله بحب التطور وتسعى اليه دائما تبنت جمعيه المبادرات الخيريه بمؤسستها التعليميه منهج التعلم العاطفي الاجتماعي ليتم تفعيله والعمل على أساسه ما هو هذا المنهاج وإلى أي مدى استطاع القيمون عليه تحقيق أهدافه الحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفتي المشرفة التربوية في جمعية المباراة الخيرية والسيمة شبلي أهلا وسهلا فيك معنا اليوم ضمن برنامج سنة أهلا بكم أهلا بكم شكرا بداية ماذا نعني بمنهاج يعني التعلم العاطفي الاجتماعي هيك لنشرح شوي للمشاهدين ولماذا للقرار يعني باعتماده تعلم العاطفي الاجتماعي هو من صلب عمليه العمليه التربويه التعليميه ونحن بالزمن الحالي هو يعني اكثر ما نكون بحاجه له بظل هيدي الظروف الموجوده حاليا منهاج التعلم العاطفي الاجتماعي بيعكس مدى مقدرتنا على اداره ذواتنا على اداره مشاعرنا على التحكم فيها هو مهم جدا بالزمن الحالي خاصة في مجال صار فيه الانفجار المعرفي الكبير عند الطلاب صار فيه الوصول للمعرفة بشكل كتير سريع بدنا نعمل شوية توازن هيدا الوصول للمعرفة المتاح بهيدا الشكل السريع والخطير والمنصات المفتوحة على كل الأصعدة قدام التلميذ بيقدر يحكمها أو بيقدر يشذبها امر واحد هو انه يكون عنده التلميذ او الطفل او الكبير او نحن يكون عندنا رادع ذاتي، يكون عندنا توازن ذاتي نقدر من خلاله نميز بين الصح وبين الغلط، بين المعلومه اللي عم نحصل عليها قديش هي معلومه صحيحه، قديش هي معلومه معلبه عم تعطينا اياها، خاصه هلا يعني هلا بفوت التلميذ على على اي نوع من التطبيقات الموجوده بيحصل بيسال اي سؤال بيعطوه الإجابة والإجابة م. بتكون معلبة يعني ما بيتركوله أصلا خيار لحتى هو يكون عنده قرار أنه أي إجابة بده ياخذ بصرف النظر هذه الإجابة مزبوطة بتلا... بتلاقي مع طموحاته بتلاقي مع قيمه نعم. عشان هيك نحن لنضلنا محافظين على شوية قيم بعد يعني عند الأولاد نضل محافظين على القيم اللي نحن بدنا اياها نضلنا زرعينا بقلوبهم لازم نفوت بمنهاج التعلم العاطفي م. اللي هو نعتبره منهاج خفي بيقدر يوصلنا هيدي الحصانه الذاتيه عند الـ عند الـ الاخرين، هو عامل اساسي بالنجاح بالعمليه التعليميه وبالحياه، يعني هو عباره عن تزويده بمهارات حياتيه ليقدر ينجح فيها للمستقبل. نعم، يعني هو خلق هذا التوازن المعرفي عند الطالب، هذا المنهج ساهم بهذا الموضوع؟ لا يعني قبله شو كان عم بيصير؟ لا ومعه شو تغير نعم هو هو ما بيخلق ما بيخلق آه معرفه مم هو اكثر بيخلق مهارات نعم. عند الشخص ليقدر يحكم لما بتجي كم من المعرفه صارت بالاول كان الاستاذ هو اللي يعطيه المعرفه صحيح. يعني المعرفه اللي عم يعطيها هيدا الاستاذ معرفه مدروسه معروف وين مرجعياتها في تلقين يعني حتى حتى معروفه يعني على الاقل هي هي صحيحه م. على الاقل لو كانت تلقينيه هي صحيحه ولكن هلا عم يفوت هو على العوالم اللامتناهيه من المعلومات عم يفوت على منصات ما بنعرف قديش هي تاثيرها عم بيكون قد عم تعطي معلومه صحيحه ولكن عم بفوت على هذا المحل طيب اوكي ما فينا نقول له لا صرنا بزمن ابدا ما بنقدر نقول للتلميذ لا ما فيك تفوت عليها ولكن بدنا نعطيه الشيء اللي بيعطيه حصانه ذاتيه وبنفس الوقت يضلوا محافظ على نوع من من المشاعر م. من نحن عندنا كثير يعني نحن بالنهايه انسان نحن بننتمي لمجموعات اذا نحن هذا الانتماء للمجموعات فقدناه صار التلميذ بس اله بس عم يطلع ياخذ المعلومه من مكان ما وين رحنا بالمجتمع طبعًا. بدنا نضلنا محافظين على الحد الادنى من العلاقات الانسانيه اللي هي الاخلاقيه والاخلاقيه والدينيه والقيميه هذا اللي بنلاقيه بمنهاج تعلم صحيح. العاطفي الاجتماعي م. والاخلاق يعني جدا مهمه اليوم نزرعها بجيلنا يعني لانه هن كمان عم بيولدوا اجيال وعم نشوف هلا الاجتياح يعني السوشيال ميديا صح وغيره. عشان هيك بنقول انه هو بالمراحل المتقدمه الصغار العمريه الصغيره بيقدر يكون مؤثر وفاعل اكثر يعني نحن بنبلش فيه نحن عملنا يمكن قعدينا هلا منهاج بنبلش فيه من الروضات من صفوف الروضات لصفوف الثانية عشر يعني م. لا يخلص بكالوريا التلميذ بتكل هيدا البرنامج أو بي يعني بيعتمد على مهارات هندل... نحن نحنا أخذنا خمس, خمس مجالات نعم نحن أخذنا خمس عنا. مجالات وكل نعم. مجال في بقى له عدة مهارات مم. نعم بقى انا عايزك تحكي لنا عنه بالتفصيل نعم المجالات اللي نحن اعتمدناها طبعا بالعالم تتغير التسميات ولكن كلها بتصب نفس نفس المكان بتتغير الاعداد عددها قديش بتتغير المهارات بي بي بيختاروها تحت اي مجال بحطوها ولكن بالمجمل هي ذاتها هيدي المهارات يلي بيتعلمها ال... هن نحن اللي اعتمدنا خمس مهارات لماذا خمسه يعني ايضا لانه عاده هن عاده يعني الاكثر مثل ما بيقولوا الشائع اكثر انه هن ست مهارات م. نحن عملنا دمج بين مهارات مهارتين حطيناهم لان لقيناهم متقاربين جدا م. عملنا دمج بين مهارتين وعملناهم خمس مهارات م. الخمس المجالات عفوا خمس مجالات بس نعم. بقلبنا عدد كبير من المهارات يعني كل مجال بقلبه احيانا عشر مهارات او غير المهارات او المجالات يلي اعتمدناها بالمبرات هي معرفه الوعي الذاتي معرفه الذات اعتمدنا العلاقات الانسانيه اعتمدنا الوعي الاجتماعي اعتمدنا مسؤوليه اخذ القرار واعتمدنا تحقيق الاهداف م. كل واحد من هول عنده هدف معين نشتغل عليه نعم وحطينا الانشطه تتناسب معه، يعني انا مثلا لما انا بدي شوف هدول الولاد حاليا هلا في هالقد على السوشيال ميديا م. عم بيطلعوا مصاري، يعني صحيح. حتى عم بيطلعوا مصاري بطريقه انه لما بيجي المعلمه بتكون عم تعطي لهيدا التلميذ حافز ليدرس ولينجح وليفوت على الجامعه بكل بساطه بيجي بيقول انه انا ليه بدي فوت على الجامعه؟ انه انت معاشك انا بطلعه بيوم واحد او بيومين. هيدا واقع ما بدنا نهرب منه م. بس اذا نحن ما كنا هالقد عنا الوعي لنعلم الولد شو الهدف اللي انت بدك اياه للمستقبل غير الهدف المادي بدنا نشرح له بدنا نفهمه تطور منصات منصات التطبيقات والمنصات اللي هي الاونلاين تطورت بشكل كتير كتير سريع انت هلا عم تقدر تحصل منا مصاري لانه هلا هيدا زمنها من انا التطور تبعها بدنا نقول له انه انتبه يمكن انت يجي وقت مش كتير بعيد بالسرعه اللي صار فيها هيدا التطور بالمنصات م. وبالسرعه اللي صار فيها تحصيل المال وبالسرعه اللي انت قدرت تفوت عليها يمكن بعد شوي صغيره يجي منصات جديده ما تشتغل اذا انت ما عندك شهاده جامعيه م. ما تقدر تفوت عليها اذا انت منك هالقد محصن علميا فلازم تشتغل لتتوقع شو في شيء ممكن يحقق لك بمستقبل اهدافك نعم عم تقدروا تاثروا عليهم لهيدا الجيل بتعرفي يعني العقلية اليوم قد تكون صعبة يعني صح. في قطاعات عشان التعليمي قد مؤهل كمان عندكم هو هيدا الشيء اللي صعب، أول شيء بدك شخص يتبنى معك هيدي، يعني نحن عم نلاحظ بالمدارس يلي متبني كثير الإدارة فيها م. هيدا المجال هيدا المحل عم بيق... عم بيسخر كل طاقاته، عم بيسخر كل طاقات الفريق اللي معه، عم بدربهم، عم بي... عم بيراقب، عم بيحاسب، عم بي... عم بفوت على يحضر، عم بيشوف، بهون عم نلاقيها أنه واو الحمد لله وعم بتبين معنا لما عم نقيس الاثر عم بتبين معنا بمدونه السلوك اللي عند الاولاد يعني عم بتبين معنا مش بس مدونه السلوك عم بتبين معنا لما بيجي شخص لما بيجي ضيف كيف تلميذنا عم بيقدر يكون مش بس متوحد يعني بفكره او فردي عم بيقدر يكون بريزنتبل عم يقدر يكون عم يعطي متواجد بحضوره أيه بحضوره يعني. الجيد بثقافته بمعلوماته ليه لانه تعززت عنده هيدي المهارات من هيدي المهارات الثقه بالنفس من هيدي المهارات معرفه الاخر ومعرفه ال... معرفه الذات ومعرفه الاخرين انا شو بدي غيري شو بده مني كيف بقدر اعمل انا وياه ولا تفاوض كيف بقدر اخذ قراراتي كيف بقدر أدرس القرارات الانسب كل هيدي المهارات بتدخل ضمن منهاج التعلم العاطفي الاجتماعي عشان هيك بيكون هو شخصيته اقوى مهاراته اللي بيتمتع فيها بتقدر تساعده على النجاح أكتر بتقدر تساعده على الوظائف اكثر يعني من اهم الامور بتجيبي شخصين انت بتعملي لهم نفس المقابله يعني عندهم نفس الاختصاص الجامعي واثنيناتهم بيرفكت كثير مميزين بس حدا فات من خلفيه سوشيال ايموشنال ليرنينج وحدا فات لا انه هو كل عمره يدرس بس م. ما عنده هيدا مين بيتوظف اكيد بيتوظف اللي عنده المهارات التعلم العاطفي الاجتماعي اللي عنده ذكاء العاطفي الاجتماعي لانه الحياه تحتاج مش بس لمعرفه تحتاج اكثر لمهارات كيفيه التواصل مع أكيد. الاخرين كيف تعمل اللي التفاوض الحازم كيفية صقل هذه المهارات بزا. ايضا يعني بزا. ذكرتي مجال العلاقات الانسانيه وهو مجال نعم. جدا مهم خصوصا اليوم بحياتنا اللي عم نعيش اذا شوي بنضوي عليه نعم. كيف تشتغلوا عليه نعم. شو الاهداف اللي بتوصلوا له نعم. كيف اليوم عم بتتجسد هذه العلاقات الانسانيه نعم. من خلال هذا المنهاج يعني هلا اول شيء نحن حددنا طبعا هو كثير كثير كبير بس انت بدك تحدد بكل صف شو المهارات اللي بدك تعطيها للوصول ل ل هو العلاقات الانسانيه على قدر استيعابهم يعني طبعا كل شخص كل شخص مش بس على مش بس على قدر على قدر استيعابهم وعلى قدر منهاجهم، يعني نحن عم نربطه بالمنهاج، ما عم نعطيهم منهاج جديد ولكن عم نفوت على الخطط التعليميه تبعيتهم، عم نشوف درسهم، انا عم باخذ مثلا على درس له علاقه ب بي... بي... الاهتمام بالاخرين م. التعاطف بدرسهم بيكون عنده مثلا الاهتمام او انه شيرين كيرينج انه نحن انه انه اذا يعني نحنا اذا نحن بنتشارك يعني نحن بنهتم ببعضنا هذا مثلا درس نحن بس اللي بنعمله انه بنوجه المعلمه انه هيدا الدرس هو واحد من مهارات الوع... العلاقات الانسانيه بس بدك تاكدي عليه وتشوفي الولد كيف عم بيقدر يستوعبه لحتى يقدر بكره يقبل رفيقه يقبل زميله، مش بس يقبل يقبل زميله، يقبل آه شريكه بالمجتمع، م. يعني نحن عم نأهلهم ليصيروا كبار ان شاء الله ليقدروا يقبلوا الاخر ويتفهم صحيح ويتفهموا الاخر ويتفهموا وجهات النظر والا ما بيقدر يعيش بمعزل عن الاخرين، والسوشيال ميديا هلا للاسف مش هي السوشيال ميديا يعني هو الادمان اللي عند الاولاد والشغف اللي عند الاولاد على السوشيال ميديا عم بيخليهم يفقدوا هيدي المهارات صح. الاجتماعيه عم بيعيشوا بعزله لانه فنحن بدنا نحاول نرجع نجرب نعطيهم اهميتها بالمدرسه هيدا دورنا مش دورنا نعزلهم عن السوشيال ميديا طبعا يعطيكم الف عافيه بهذا م. المطرح عافية اليوم يعني ايضا الدعم النفسي اليوم عملية الدعم النفسي للطالب هل تدخل ضمن هذا المنهاج؟ يعني هو هذا المنهاج يساعد م. على عملية الدعم النفسي لما أنا بيكون عندي آه تلميذ عنده ثقه بنفسه مهزوزه ما عنده ثقه بنفسه اكيد الدعم النفسي اللي انا عم بعمله اياه بدي اعزز له ثقته بنفسه صحيح لما بيكون نحن عندنا هلا برامج عم نشتغلها مثلا هي مثل برنامج تحقيق الاهداف م. برنامج بناء تقدير الذات هو البرامج اللي عم نستعملهم عم نستعملهم مع الاولاد يلي عم نشعر بنعمل كويستشنير وبنشوف استماره قبليه كيف كان واستماره بعديه بعد ما نعمل له التوجيه كيف صار بنقيس قديش هو قدر يتقدم هي كلها محاولات بس ما حدا بيقدر يدعي إنه من صف واحد أو من سنة دراسية وحدة أو من حصة وحدة رح يقدر يأثر هالقد طبعاً ولكن نحن بنقول إذا بالعربي أثرت المعلمة على تلميذان بالصف بالانجلش أثرت على تلميذان بالعلوم أثر على هالقد بالرياضيات أثر على هالقد يعني نحن بنهاية السنة الدراسية رح يكون عنا على الأقل بكل صف عشرة تلاميذ استفادوا من هذا المنهج تعززت مهاراتهم م. الاجتماعية والعاطفية والنفسية فصاروا عندهم اتزان أكثر بحياتهم نعم رح نرجع نفوت هيك اكثر بهيدي النقطه نحكي عن الاهل ولكن بدي اروح عبر زوم عندنا مداخله الدكتور يوسف جراده سلام عليكم دكتور يوسف واهلا وسهلا فيك معنا اليوم ضمن برنامج سنه بالبيت وعليكم السلام اخت اهلا دكتور يوسف يعني اليوم بقى نحكي عن المرحله الدراسيه يلي قضيتها بثانويه الرحمه في الجنوب كفرجوس خبرنا قد كانت مؤثره بالنسبه لك أه يعني اكيد كانت كثير مؤثره عندي خصوصي اني فتت على مدرسة على عمر مبكر وكثير هيك حسيت بال بال بالرعاية اللي قدموا لي اياها وبالمواكبة طول طول الفترة الدراسية وكمان اكثر حددت توجهاتي من خلال الاساليب يلي اتبعوها وكيف قدروا يعرفونا على على كل الاختصاصات وساعدونا انه نكتشف ذاتنا ونكتشف تطلعاتنا وتوجهاتنا كمان نعم قد حلوة أكيد هيدي الخطوات فيما بعد يعني دكتور حضرتك أنت قلت للدراسة لبيروت يعني عم تدرس بالجامعة اليسوعية ما الذي اختلف يعني بهيدي النقلة إذا بدك من الجنوب لبيروت هلا اللي اختلف عندي انه انه صرت انا مع اشخاص تختلف نظراتهم عني وتختلف كمان ايامهم اذا بدك وتختلف كمان آه الاشياء اللي طريقه تفكيرهم فاكيد بالاول يعني استغربت شوي يعني بس بعدين قدرت اني اتقرب منهم اني افهمهم مزبوط آه اكيد عبر الحوار و آه وتاقلمت بعدين مع هذا الشيء اكيد من دون ما انا اغير قناعاتي ومن دون ما حتى اني اخليهم هني يغيروا قناعاتهم يعني اذا بدك تعايشت مع هذا الجو طبعا اذا ضمن هيك القناعات اذا بدك او الرساله اللي بقى نحكي عنها هيك اللي حملتها حضرتك من مسيرتك مع المباراه خبرنا عنها دكتور آه. الرساله اللي بحب وجهها هي مقتطفه من كلمات السيد محمد حسين الله يقدس سوحه اللي هيدي بضل بدعم سامعي لا اريد لكم ان تنجحوا بل ان تتفوقوا يعني باي شيء كنت انا اعمله أو, او او الناس تعمله بدي منهم مش بس يفكروا بالنجاح العادي وحتى كمان انا اي امتحان بعمله اي شيء بعمله ان كان بالمستشفى ان كان بالجامعه فكر دائما مش بس بالنجاح العادي بل بالتفوق كمان و واني اقدم نموذج الانسان المتعلم والانسان الخلوق نعم، ضمن هذا التفوق يعني دكتور بتعرف اليوم الاوضاع كتير صعبه بالمجتمع يلي عم نعيشها طموحاتك فيما بعد هل حضرتك حاطط يعني خطه يمكن شو بدك تقدم للمجتمع اللي حضرتك عايش فيه تتكون هذا النموذج اللي حضرتك عم تحكي عنه يعني اكيد قد قد ما فيي بتجرب ساعد, ساعد الناس وراعي ظروفها وكمان ليش لا آه اني اتكفل حدا كمان ليكفي آه ليكمل دراسته الجامعيه آه وساعده بتحقيق اهدافه مثل ما جمعيه المباراه قدمت لي هذا الشيء آه يلي عن جد آه اثر في كثير وساعدني بتحقيق نجاحاتي وطموحاتي اللي كنت بطمح لها. قد حلو هذا الخير يعني الذي تلقيته والان يعني حضرتك بدك صدروا فيما بعد لهيدا المجتمع فعن جد يعطيك الف عافيه بهيدا المطرح صحيح. يعني صحيح. دكتور شو ناوي بعدين تتخصص يعني هيك خبرنا شوي شو ميولك اكثر في عالم الطب ولماذا؟ كثير بحب الجراحه جراحه القلب خصوصا لانه كثير حسيت باحساس حلو لما ننقص حياه حدا عم يعاني نخلصه من, من مشكلته من عذابه وكون انا الوسيله اكيد يعني بايد رب العالمين الحياه او الموت بس انك تكوني انت الوسيله لحتى لحتى تخلصي انسان من معاناته هذا احساس جدا رائع. نعم. يعني يعطيك الف عافيه دكتور اذا عندك كلمه اخيره بتحب توجهها بختام هذه المداخله تفضل. بالاخير اكيد بدي اشكر جمعيه المباراة انها بالاول لما كنت صغير قدمت لي الرعايه و... ووجهتني نحو الطريق الصحيح وبدي اشكرهم اكيد على مساعدتي لانه ساعدوني لحتى احقق اهدافي وبالآخر بدي اوجه رسالة لرفقاتي ول... وللناس اللي هلا عم يدرسوا انه يشتغلوا على حالهم مزبوط باي شيء يعملوه يفكروا على طول كيف يكونوا الافضل والانجح وال المتالقين اكثر نعم بدي أشكك كثير على هذه الاستضافه الحلوه اهلا وسهلا فيك معنا اليوم دكتور شكرا جزيلا على مداخلتك معنا ويعطيك الف عافيه وان شاء الله بتحقق كل طموحاتك نعم على مستوى الطب ومستوى الانسان ايضا شكرا جزيلا لك يعني عن جد الواحد قد بيكون فخور بهذا النموذج يعني اليوم الدكتور هو نموذج يعني الكثير نماذج نحن عم ناخذهم كمداخلات يعني كخريجين من المبررات قد الانسانيه بتكون طاغيه يعني هون بالضبط بتلحظي بكلامه قد عنده وعي اجتماعي مم. اللي هو كان عم بيتقبل يعني واجى على مجتمع غير بده يكون عارف هذا المجتمع بده يكون متقبله بده يكون ما عنده هيدا التخوف منه على الاقل صحيح ثاني شيء بالنسبه للعلاقات الانسانيه يعني هو لما نحكي انه هذا مجتمعه بده يكون كمان عنصر فاعل فيه مم. مثل ما هذا التعاطف انه انا بدي اتعاطف مع ابناء مجتمعي بدي اقدم لهم الخدمه اللي بقدر اقدمها لانه انا وصلت على مكان انه انا تعلمت كمان لازم يكونوا شركاء معي بهيدي الخدمه اكيد قد حلو يعني هيدا الموضوع بنضوي شوي على دور الاهل اليوم حكيتي على الدعم النفسي اللي بتقدموه حضرتكم يعني اليوم الاهل لما ما يكونوا عم بيشاركوا بهذا الدعم التلميذ ما حيتطور كيف اليوم بتحرصوا على الموضوع انه يتم من كل الجوانب تحاوطوا للتلميذ يعني نعم هلا بالمراحل الصغيره او ما بدي اقول يعني بالمراحل الكبيره بس بالمراحل الصغيره لانه الجيل صار قريب يعني من ولاده يعني الجيل هلا جيل الألفين 2000 او جيل التسعينات كله جيل معظمه كله تقريبا معلم ثقاف بيعرف بيعرف اهميه هذه المواضيع فبنشتغل معهم على اساس انه نحن لما بنعلم لو نطرح الشيء بنقول لهم والله انه انتم بالبيت مطلوب منكم انتم تراقبوا هيدا السلوكيات خلال بس لما بيعمل شيء حطوا له هابي فيس مش اكثر من هيك مطلوب منكم يعني هيدا بالمرحله العمريه الصغيره هون بنكون عم نعزز المهاره او اللي كنا عم نعلمه عليها او السلوك اللي كنا عم نعلمه عليه بقلب المدرسه عم نعززها بالبيت كمان لحتى نمشي اتنيناتنا بالل على نفس الخط صحيح بالمحلات يلي بتشعري انه فعلا ما في بيئه تساعدك طبعا نحن بنعمل توعيه وبنبعث ورا الاهل وبنقعد نحن وياهم عاملين لهم برنامج تربيه والديه وكل هاي الامور بس في محلات الاهل بيكونوا الـ بيقدروا يعني ولادهم تفلتوا من سلطتهم احيانا م. ما ما في انسجام في في حتى استقواء احيانا من الطالب على اهله هذا اللي بيكون عم بيعذب كثير وهذا اللي بيكون متعب كثير بالمدرسه وهذا اللي بيكون انه بتحاولي قد ما فيك انك انت تحيطيه لانك انت عارفه انه بس يروح على البيت بس يظهر من اسوار هيدي هيدي المدرسه ما بقى في شيء عنده صحيح. رادع فبتحاولي تعطي جهد اكثر اضافه جهد مضاعف كم حاله هول بنرجع بنعملهم خطط نضطر نفتح لهم خطه يعني بنشتغل عليها واحيانا بنستدعي حدا مختص واحيانا طب نفسي واحيانا بس حتى نوصل هذا الولد على الحد الادنى ومثل ما قلت لك انه بنقول نحن نحط مستوى معياري اذا نحن 10 تلاميذ بقلب هذا الصف وصلنا لاخر السنه انه نحن قدرنا غيرنا بسلوكهم ايجابا عالحمدلله عال لله بعد عنده مراحل كثير من حياته بعده هلا كل سنه بسنتها كل سنه بنقدر نعطيه شيء جديد اكثر شيء نحن بنشتغل ببرنامج بناء تقدير الذات نشتغل على هول المهارات نعطيه اول شيء بنشوف الولد نعمل له كويستشنير ببين معه ببين معي مثلا بهذا الصف مين عنده اكثر شيء مثلا وين عنده ديفيشن وين عنده شويه تراجع. تراجع وين عنده شويه مشكله بنقول انه والله بتحقيق الاهداف الصف السابع لقيت انه ما عندهم تحقيق الاهداف مثلا 75% من تلاميذ الصف السابع لقيت انه ما عندهم هدف م. مثلا مش بقول فاذا انا هيدي السنه شغلي بده يكون على مهاره تحقيق الاهداف نعم ما في أعطيه كل شيء بذات السنه واذا اعطيته كل شيء بذات السنه وصلت لنتيجه نعم. انا بدي اعمل فوكسنج بدي اعمل تركيز على بعض المهارات اللي يعني انا بحسها اولويه لهدول الاولاد بينما المراحل الابتدائيه لا بعمل بالاول على معرفه الذات بكون نعم. انا همي يعرف حاله انا طبعا. يعرف الاخر يعرف يتعاطف معه يعرف بس بده الشغله كيف ياخذها مش ياخذها بالقوه ياخذها بالتفاوض ياخذها بالمسايره ياخذها بالشراكه ياخذها بالتعاطف عشان هيك بنكون عم نشتغل كل مرحله عمريه بحسب الـ الـ بيكتسب المهارات تدريجيا يعني, يعني كمان هون، لما تقيموا شغلكم من خلال التقييم اللي عم تحكي عنه آه على الارض يعني قد ايه هون فخورين بالانجازات اللي عم بتشوفوها يعني؟ آه للاسف نحن تعودنا <applause> يمكن ما كثير ننبسط بالانجازات ما بعرف ليش، لانه دائما بنطلب منك كثير، يعني انت بتكون مثلا عندك لاقول انا 2000 2000 تلميذ، اذا انت اثرت ب الاخر ما بيشوف هذا تاثير، بيشوفوا انه بعده نقطه كثير صغيره نحن اللي عم نشتغل بهيدا المجال عم تتعبوا بهذا لا بنشوفه كثير كثير كبير مم. يعني بنشوفه كثير حلو يعني اذا قست بشخص واحد انا خلال السنه بعتبر انجاز عملته طبعا بس اذا الاخر شاف انه والله هول 2000 تلميذ شو السلوك العام بعده مش كثير منيح يعني شو عم تعملوا او هيك بدنا نقول لهم بدك طولة بال بدها طولة نفس بدها وقت كثير كبير بعد صح اكيد بدها صبر يعني بهذا المره نحن وصلنا لختام الحلقه اذا في كلمه اخيره بتحبي توجهيها يعني هون من هذا المنبر انا بقول طبعا بتشكركم كثير على الاستضافه وهذا كمان اثاره الوعي حول هذا المنهاج هيدا منهاج ما نحط جديد ولا نحط اسقاط على اي منهاج تاني ولا نحط لحتى يعذب العالم او يزيد لهم عبء عليهم لا المعلمين ولا التلاميذ ولا الاهل هيدا نحط بس لنلتفت انه في امور هي تربيه هي تربيه وثقافه تربيه جماليه تربيه دينيه تربيه قيميه تربية بتساعدنا بتساعد الأهل بتساعد المعلم حتى المعلم اللي أحيانا كان يقولوا المعلمين هدول عم بيضيعوا لنا وقتنا لا إذا هلا أنطيتي عشر دقايق من وقتك لتلميذ أو لهيدا البرنامج أنت حصة تانية رح تكسبي هيدا العشر دقايق رح تكسبي أكثر قدرة على انه يسمعك على انه يتعلم منك على انه يعتبرك قدوة له صحيح على انه ما توقعيه بالغلط ما يوقع بالغلط يلي رح يدفع حقه كثير بعدين نعم. فبدها صبر بدها طولة بال نحن بنجرب منتكل على الله ونقول ه... نيتنا منيحة وهدفنا منيح هذا بحقق رسالتنا رسالتنا انه نخلق تلميذ جي... جيل مش تلميذ بيحب مجتمعه، عنده مواطنه، بيعمل لصالح للصالح العام، بيتعاطف مع غيره، عنده شخصية عنده سيمات قياديه، عنده شخصيه واعيه، بنشتغل على هيدا وبالنهايه توفيق من الله صحيح وقد ما بنقدر ناثر بيكون الحمد لله. صحيح يعطيكم الف عافيه بهذا المطرح، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا جزيلا مشاهدينا وصلنا لختام الحلقه، ملتقانا في الحلقه القادمه، دمتم بخير والى اللقاء.